أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من شبابيك. جدل واسع في تونس بعد نشر فيديو لأحد النواب عن حزب نداء تونس، وهو بصدد رشق أموال طائرة في ملهى ليلي في مصر. كما أثارت مشاركة أحد النواب وهو رئيس الكتلة البرلمانية لحزب يوسف الشاهد في مسلسل رمضاني جدلا، خاصة وأن النائب معروف بتغيبه الدائم عن جلسات البرلمان. فإلى أي مدى يجب على الشخصيات العامة مراعاة تصرفاتهم في حياتهم الشخصية؟ وهل يجب أن تكون الحياة الخاصة للبرلمانيين مثالية؟ نفتح شباكنا الرئيس على هذه الأسئلة. شاركونا الحوار على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في شباك الفنون نذهب إلى كان جنوبية فرنسا، ونافذة خاصة منها لمواكبة فعاليات أهم مهرجان سينمائي في العالم. في شباك الخير لنا وقفة مع السوق الخيري الكبير في غزة. فقراتنا الأخرى متنوعة بين جولة في عالم الدراما الليبية وفقرة للأخبار الكاذبة مع إقبال تليلي. تابعونا. نبدأ الحلقة بصورة اليوم من بريطانيا، ودموع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عقب إعلانها استقالتها من منصبها إثر إخفاقها في إقناع البرلمان بخطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي. أما فيديو اليوم فمن مدينة كان الفرنسية، فعلى بعد خطوات قليلة من فعاليات مهرجان المدينة السينمائي، تظاهر عشرات الشبان للمطالبة بوقف التغير المناخي. وفي مثل هذا اليوم عام 1972 رحل الممثل الكوميدي المصري إسماعيل ياسين بعد إصابته بأزمة قلبية. كان ياسين أحد أهم نجوم الكوميديا في مصر في القرن الماضي، وقدم خلال مشواره الفني أكثر من 500 فيلم، وقد اشتهر بتقديم سلسلة أفلام تحمل اسمه مثل إسماعيل ياسين في الطيران والبحرية ومستشفى المجانين وغيرها من الأفلام الخالدة. انت نمرتك كام يا عسكري؟ أربعة. وأربعة دي شغلتها إيه على المكتب؟ خلاص اللي بطل حي ولا بعد؟ خلاص اللي بطل حي؟ أنا اللي هبل حصل بطل. الحياة الخاصة للشخصيات العامة لطالما كانت موضع نقاش، فهل بمجرد دخول شخص في الحياة العامة تنتهي خصوصيته؟ هذا الجدل أثير مجددا في تونس بعد أن تم تسريب فيديو لقيادي في حزب نداء تونس المنقسم، وهو بصدد رشق أموال في ملهى ليلي. وتزامن ذلك مع مشاركة نائب آخر في البرلمان هو رئيس كتلة حركة تحيا تونس في عمل درامي رمضاني، حدثان عدهما كثيرون يتنافيان مع أخلاقيات العمل السياسي ولا يلائمان نواب ممثلين عن الشعب. نتابع أصداء هذا الجدل في هذا التقرير. حدثان منفصلان إلا أنهما أثارا جدلا في تونس. الأول يتعلق بمشاركة رئيس كتلة حركة تحيا تونس مصطفى بن أحمد في مسلسل رمضاني يبث على قناة خاصة. أما الثاني فهو فيديو مسرب لسفيان طبال القيادي في نداء تونس المنقسم، وهو بصدد رشق أوراق مالية وسط ملهى ليلي. أفعال وإن اعتبر البعض أنها تدخل في إطار الحرية الشخصية إلا أنها لم ترق لنواب في البرلمان. طبعا غير مقبول وغير معقول، لأن هناك محاولة لترذيل الحياة السياسية في تونس وإفقادها من أي
أرضية أخلاقية ومن أي بعد أخلاقي. والحقيقة هذا شفناه في علاقة بصراعات مست الحزب الأول الفائز بانتخابات 2014. تسريب سفيان طبال الحدث الأكثر جدلاً، تسريب يرى فيه المواطنون أنهم ضحية مشهد سياسي يصفونه بالقاتم، يقوم على صراع نفوذ ومصالح شخصية ولا يحتكم لأخلاقيات السياسة. احنا نبحث على هيبة الدولة، هيبة الدولة تبدأ من التشريع، هم أصحاب التشريع واضعي القوانين، كيف يكون لوضع التشريع ولوضع القانون ضارب عرض الحائط لكل القيم ولكل الأخلاق؟ أنا هذا ضده معناه بكل صراحة معناه وعبارة. حتى ما أنت ما عندهمش حق، احنا هما اللي حاطينهم وجه البلاد واللي باش معناتها يوريوا الحاجة الصحيحة للبلاد وكل، مش هما باش يعكسوا. تونس التي لا تفصلها سوى أشهر قليلة عن الاستحقاقات الانتخابية القادمة، صارت حسب الكثيرين يحكمها هوس السلطة الذي لم يعد الهدف منه التنافس من أجل برنامج انتخابي ينقذ البلاد، إنما من يزيح خصمه ويطيح به قبل انطلاق السباق. حرب كسرت كل أخلاقيات العمل السياسي من أجل تصفية الخصوم والوصول إلى سدة الحكم، انحدار سياسي يرى فيه البعض سببا كافيا للعزوف عن المشاركة في الانتخابات القادمة. أميرة مهذب، العربي، تونس. معنا من تونس فدوى العوني الباحثة المختصة في الانتخابات في منظمة أنا يقظ، وأيضا من تونس العربي السوسي خبير الاتصال المؤسسي السياسي والرقمي. أهلا بكما ضيفي. أبدأ معك سيد العربي السوسي، ما الحدود أو الخطوط الحمراء التي يجب على الشخصية العامة عدم تخطيها؟ أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بمشاهدي قناة العربي. في الحقيقة السؤال عليه أن يطرح بشكل آخر إذا أردنا أن نفهم تموقع البرلمان أو رجل السياسة في الحياة العامة. إذ هو بمجرد أنه دخل الحياة السياسية وخاصة البرلمانية أصبح تخلى عن جزء كبير من حياته الخاصة ووضعها في الفضاء العام. فنحن نعرف اسمه وتاريخه وسنه، وبالقانون نعرف دخله ونعرف كم إن لديه أموال أو إن لديه يعني مخزون مالي أو ما شابه ذلك. يعني هذا كله بالقانون يجب أن نعرفه عنه. لذلك فدخوله بمجرد دخوله هذا الفضاء هو يعرض نفسه كي يعرفه الناس عن حقيقته وعن أفكاره وعن ممارساته اليومية. نعم، ولكن بالطبع يعني عندما يصبح الإنسان شخصية عامة والكل رأي العام يريد أن يعرف تفاصيل حياته الخاصة، هنا أسأل ما الحدود؟ يعني في أمور يمكن التغاضي عنها لأنها تكون معقولة نوعا ما، وأمور أخرى تكون ربما مخالفة للقوانين مخالفة للأخلاق، ممكن أن تعطينا بعض الأمثلة على ذلك؟ أنا لا أحبذ أن أتحدث عن الحدود لأن المشكل كالآتي حسب رأيي. أن رجل السياسة يريد أن يظهر بمظهر يتماشى مع الشخصية التي يعتبر أنها ستكون إيجابية لمنتخبيه وستفرض عليه القبول عند عامة الناس، فهو يظهر بمظهر مثلا الأب المثالي. نعم، ويظهر بمظهر التقي الورع ووراءه ويصلي ووراءه الكعبة، ويظهر بمظهر الإنسان الجدي والذي يعمل. كلها شروط منسقة ومنمقة في مثلا حساب إلكتروني أو صفحة فيسبوكية معينة، ويخفي عنا جانب آخر اللي هو مثلا يعتقد أنه ينافي الطابع العام والأخلاق العامة والسائد حتى لا يغضب الرأي العام منه. هنا المشكل أنه إن أنت أردت أن تكون شفافا فافصح عن شخصيتك الحقيقية بدون خجل. إن كان لديك شيء تخجل منه فأنت في حالة مراوغة وتراوغ الناس عن حقيقتك. نعم سيدة فدوى، إلى أي حد يحق للرأي العام مراقبة ومحاسبة الشخصية العامة أو السياسية أو البرلمانية؟
في البداية شكرا على الدعوة ومرحبا بجميع المشاهدين. الإشكال يتمثل حسب رأيي في ثنائية الحياة الخاصة والشخصية العامة في عين الجمهور. يعني حتى لو كان شخص في الواجهة وفي في شخصية عامة، لا زال له الحق في أن يتمتع بحيز من الحياة الخاصة. نعم. التي لا حق لأحد التدخل فيها، ولكن برأيي يجب ألا تتعدى هذه الممارسات بعض الخطوط نوعا ما التي بإمكانها أن تجرح نوعا ما صورته في عين العموم، وخاصة في عين الناخب. خلينا ندخل بالأمثلة مباشرة. نعم، ما الإشكالية حول مشاركة مصطفى بن أحمد في مسلسل درامي؟ هل المشكلة في المشاركة أم بسبب تغيبه عن جلسات البرلمان لأنه لم يقم بواجبه البرلماني؟ الإشكال من رأيي يتمثل في الاثنين على حد سواء، في مشاركته في عمل درامي وخاصة في شخصية سجين، والجزء الثاني من المعادلة هو التغيب ونسبة الحضور المتدنية في البرلمان. فإذا اجتمعت المشكلتين وجدنا أن هناك إشكال لدى المتلقي في وجود وجه سياسي يفترض فيه أن يكون مشرع وأن يكون يحظى بهيبة معينة في عمل تلفزي درامي، ومن جهة أخرى النسبة المتدنية التي يتوقع الناخب من النائب نسبة أعلى من الحضور ومواظبة على الحضور في البرلمان. نعم، بالنسبة لفيديو النائب سفيان طوبال سيد العرب السوسي، طبعا هذه النظرة أو المشهد بأنه شخص يطفق المال على مغني شعبي أو حتى راقصة، مشهد ممكن أن ترتبط بالفساد نوعا ما في الأفلام، ولكن قد لا تكون هذه الحقيقة. أيضا ما إشكالية أن نكون شخص من ماله الخاص هو الذي يفعل ذلك، مع أنه هو قال بأنه هذه الأموال تابعة للملهى وهي فقط مجرد الاستعراض، أو المشكلة بأنه ممكن أن تكون من المال العام؟ يعني خلينا نعطي أمثلة عن ما يجري في تونس وغيرها من البلدان العربية. طيب، قبل كل شيء يجب أن نفهم أنه بمجرد أنه هذا الفيديو ينشر فهو أصبح ملك للعموم، يمكن أن يتداولونه ويشرحونه ويفهمونه كما يريدون، لأنه من أنواع الفيديو المسربة وليس فيديو منشورا حسب يحترم مثلا قواعد الإعلام والاتصال. لم ينشره السياسي أي طوبال بمفرده ليشرح أسبابه، ولم تنشره حتى قناة إعلامية، بل سرب. ولهذا التعاطي معه كتسريب، أولا هو المشاهد يتحقق أنه ليس من الإعلام المضلل، ليس فيك نيوز، يعني هو هذا الشخص هو حقيقة، هو هذا السياسي وهذا المكان هو حقيقة، وهذه النقود هي حقيقة. يكفي هذه الثلاثة معطيات كي ترذل هذا المشهد. يعني عندنا مشهد يخالف تماما ما نعتقد أنه الصورة المثلى للسياسي عندنا، يعني راقصة وموسيقى ومكان ليس في تونس، حتى المكان يعني يثبت أن هذه العملية هي عملية أريد منها أن تكون سهرة مخفية عن العيون وتكون سهرية خاصة. نعم. لذلك هنا يصبح هذا الفيديو يعني مدعاة للمشاهدة والمشاركة والنشر وإعادة النشر. نعم. لأنه يخالف النمط الذي ننتظره والسلوك المثالي الذي ننتظره. صحيح، ولكن أيضا ثمة أناس يحاولون استغلال هذه الأمور من أجل أغراض سياسية وربما انتخابية لاحقة. سنتوقف عند هذا الموضوع، ولكن لنذهب الآن إلى دانيا أرشيد، بعض المعلومات عن أداء البرلمان التونسي.
البرلمان التونسي تحت المجهر يواجه انتقادات واسعة من الرأي العام وأحزاب المعارضة وحتى البرلمانيين أنفسهم. السبب ضعف الأداء وتعثر القوانين التي تتعثر معها مصالح المواطنين، والمسار الانتقالي يعيش تعثرا مقلقا منذ سنوات مع تعطل تركيز المؤسسات الدستورية. غياب البرلمانيين وتأخرهم المزمن أحد الأسباب ما يثير سخط التونسيين، خصوصا مع الرواتب المرتفعة التي يتقاضونها مقارنة بالأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. ولعل أبرز دليل على هذا هو الكراسي الفارغة التي لطالما تعود عليها التونسيون. نصف البرلمانيين التونسيين لا يشاركون في العمل التشريعي حسب جمعية البوصلة التي تراقب عن كثب البرلمان التونسي منذ عام 2011. تقرير المنظمة أشار أيضا إلى أن نسب حضور النواب في تدهور من دورة برلمانية إلى أخرى، حيث تراجعت نسبة الحضور من 87% في الدورة البرلمانية الأولى إلى 72% في الدورة البرلمانية الثالثة. وكشف التقرير السنوي أيضا أشغال مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الثانية، مشيرا إلى تدهور نسبة الحضور على مستوى اللجان القارة إلى 53% في الدورة الثالثة مقابل 67% في الدورة الأولى. كما تقلصت نسبة الحضور في اللجان الخاصة لتصل إلى 43% مقابل 54% في الدورة الأولى. وأظهر التقرير بأن كتل حركة النهضة وحركة مشروع تونس وحزب آفاق تونس هي الأكثر حضورا بالمجلس سواء في اللجان أو في الجلسات العامة، في حين أن عددا من النواب خصوصا عن كتلة نداء تونس تقارب نسبة حضورهم 1% فقط. كل هذا أدى إلى تعطل المصادقة على عدد من المشاريع، حتى أصبح الحديث عن قوانين موروثة من دورة لأخرى سائدا في أروقة البرلمان التونسي، ما يمكن أن يفسر غضب التونسيين على الطبقة السياسية، وهو ما أكدته نتائج آخر الانتخابات التي نظمت في البلاد. ونعود لمتابعة نقاشنا مع ضيفينا. سيدة فدوى، بالنسبة للاستغلال السياسي لهذه الفيديوهات أو لهذه الأخبار ليس فقط في تونس، أيضا في دول أخرى، شاهدنا أيضا ما حدث للمخرج المصري خالد يوسف وتسريب لفيديوهات بسبب اعتراضه، البعض اعتبروا اعتراضه على التعديلات الدستورية، إلى أي مدى يتم استغلال هذه الأمور سياسيا؟ هو من المتوقع أن يتم استغلال مثل هذه الأمور لأغراض سياسية، خاصة مع الاستعمالات الحالية لمواقع التواصل الاجتماعي. يعني حتى لو تحدثنا عن أخلاقيات العمل الصحفي وأشياء من هذا القبيل، مثلا الفيديو المسرب لنائب نداء تونس كان لم يكن عن طريق وسائل الإعلام التقليدية، ولهذا يصعب الجزم بضرورة احترام هذه التسريبات وهذه التسريبات لأخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي. ولكن مما لا شك فيه أن هذه التسريبات وهذه الفيديوهات يتم استغلالها في أغلب الأحيان لأغراض سياسية لضرب الخصوم السياسيين، وهي نوعا ما من الوسائل المستعملة في عدة دول في أنحاء العالم، ولكن طبعا ليس بطريقة معلن عنها نوعا ما، ولكن صعود استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في العشرية الأخيرة ساهم أكثر في تطور هذه الممارسات السياسية الغير نظيفة. نعم سيد العربي، إلى أي مدى وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت كما قالت سيدة فدوى في نشر هذه الأساليب غير المشروعة أو غير الأخلاقية؟ يعني هي أحدثت ثورة في هذا المجال، لأنه قديما تحصل مثل هذه الفضائح في عالم السياسة أو في هذه الأخبار الخاصة، ونجدها في مجلات كما باري ماتش مثلا في فرنسا،
التي مثلا تستعمل الباباراتزي، تستعمل المصورين لكي تتقصى أخبار المشاهير وأخبار السياسيين. نذكر ديانا وصورها أيضا التي شوهدت مع رجل الأعمال المصري والحادث الذي يعلمه الجميع. يعني هذا التقصي هو موجود، لكن أصبح الآن النشر نشرا يعني منفتحا على كل من يملك هاتفا جوالا به كاميرا أو مصورة. يعني فيديو توبال كان يمكن أن يصوره أي مواطن تونسي تواجد في هذا المكان، أو أي مواطن آخر من جنسية أخرى يعرف هذا الشخص فيصوره وينزلها. أعتقد أنه السياسي عليه أن يعرف أنه الآن لم يعد بمنأى على أن يكون مكشوفا، فيختار الشفافية قبل أن يختار قبل كل شيء، ليصرح عن نفسه كما يجب أن تكون، لا أن ينتظر حتى فضيحة حتى نكتشف. ولكن سيد العربي هنا أيضا مسؤولية المجتمع، يعني المجتمع غير شفاف أيضا. ما يفعله البرلماني هو انعكاس لتركيبة المجتمع وطريقة تفكيره ونظرته إلى الأمور، لأن المجتمع لا يتقبل ذلك، لذلك السياسي يلجأ إلى أساليب الإخفاء. والله المجتمع يريد أن يرى الإنسان كما هو على حقيقته، وليس كما تريد أنت أن تصور لنفسك. والمجتمع من حقه أن يكون يعني أخلاقيا، ويكون عاطفيا، ويكون ما يريد. فعلى السياسي هو الذي أن ينضبط لمقاييس المجتمع، لا على العكس. فالفيديو المسرب، أنا كمواطن لا يهمني من سربه وكيف سربه، الذي يهمني محتواه. ماذا تفعل هناك؟ ما هذه الأموال التي تفعلها؟ كيف لك أن تمثل تونس بهذه الطريقة وأنت برلماني ورئيس كتلة و و و و يعني كل هذا من حقي أن أسأله، ولا يهمني من وضع لي هذا الفيديو وانبعثه. الذي يهمه هذا هو القضاء مثلا، الذي يهمه هذا هي النخبة السياسية، وهذا فضاء آخر مختلف عن الفضاء العام. صحيح، النخبة السياسية عليها أن تحاسب نفسها على سلوكاتها وعلى احترامها لقوانين اللعبة السياسية. أما المواطن هو يتقبل فقط المحتوى الذي والرسالة التي ترسل إليه من مختلف هذه الجهات. لنسمع إلى آراء بعض المواطنين التونسيين حول هذا الموضوع، وهل للحياة الشخصية تأثير، حياة طبعا شخصية لنواب البرلمان تأثير على حياتهم السياسية؟ نتابع. لا ما تأثرش، عادي، معناتها يعيشوا في حياتهم عادية. اللي تعب العياش والزواج تأثر، على خاطر هو يخدم للشعب اون برانسيب. الحياة الشخصية في بلاصتها، فهمتني، ما تتدخلش في حكاية سياسية، ما يعملش حاجات اللي باش تخلي الانظار ديما تغزل له، فهمت. ايه نائب البرلمان حر في حياته الشخصية، كل حد حر في حياته الشخصية. اختي حاب يعيش على كيف، وحاب مش كل انت نجمش تحكمي انسان تقول له انت عيش على كيف. انا لا، يمشي على كيف حياته هو، على كيف شخصيته ذاته. نواب البرلمان يلزموا يكونوا اكثر ملتزمين، الشعب اختارهم باش يحسنوا الواحد نتاع البلاد، سينو تسيب كل شيء. انا راي النواب عند حياتهم الشخصيه يلزم يكونوا معناتها مستمتعين، معناتها يعملوا بوكو دو ريسبي، معناتها ما عندهمش الحق في حياتهم الشخصيه، معناتها يلزم با ليبر كوا، فهمت، ما همش يعملوا اللي يحبوا، على خاطر سورتو هو النواب كيما القضاء، القضاء في الغرب واحد وكل شيء، معناتها ما عندهمش الحق يعملوا اللي يجي ويقعدوا في نيجي وكل شيء. سيدة فدوى، سؤالي الأخير لك، هل الانقسام الآراء يعني كما تابعنا الآن حول موقفهم من الحياة الشخصية للبرلمانيين هو دليل على انقسام البرلمانيين أنفسهم في حياتهم السياسية والشخصية؟ هو الأكيد أنه هناك ثلة كبيرة من السياسيين من البرلمانيين الذين يسعون جاهدا للحفاظ على صورة معينة أمام الجمهور وأمام الناخب بصفة عامة، ويتفادون أي شبهة كانت وأي تصرفات من شأنها أن تخل بهذه الصورة المنمقة التي يضعونها أمام الناخب. وفي المقابل نجد نواب لا يكترثون بوضع هذه الصورة النمطية، أو
يسهون عن هذا الخطر الداهم نوعا ما الذي يسمى وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية، وأنه كما ذكر سيد العربي أنه أي شخص له هاتف جوال بإمكانه أن يسرب أي فيديو كانت حال وجوده على عين المكان. ولكن كما ذكر احد المستجوبين في الريبورتاج انه عندما نتحدث عن اشخاص لهم مسؤوليه معينه، لهم هيبه معينه في جهاز الدوله، فمن الضروري الحفاظ على مستوى معين من الاخلاقيات ومن الصوره التي نسعى للحفاظ عليها، شان النواب، شانهم، شان القضاة مثلا ومختلف الموظفين السامين في الدولة الذين يفترض فيهم أن يعكسوا صورة محترمة عن هياكل الدولة. نعم، ولكن هذه الصورة التي تحدثت عنها سيدة فدوى لا تنطبق في دول غربية سيد العربي، يعني في فرنسا عفوا الوضع مختلف تماما. السياسي يفعل ما يشاء، لديه علاقات، حتى ولاحظنا ماذا حصل مع فرانسوا ميتيرون مثلا بعلاقاته المختلفة العاطفية المختلفة، وحتى نيكولا ساركوزي وغيرهم. لماذا يعني هل المجتمع، طبيعة المجتمعات العربية ما زالت تحافظ على نمطية معينة للسياسي كما ترغب؟ أم أنه يجب علينا الانتظار ريثما تتغير تركيبة المجتمعات العربية لتقبل سلوكيات النائب أو السياسي بشكل عام؟ طبعا المسألة تختلف حسب المجتمعات. مثلا في فرنسا فرانسوا أولوند مثلا والتسريبات التي صارت عن علاقته العاطفية خارج قصر الإليزي، ومثلا حتى الذي سبقه ميتيران وإخفاؤه لما فيه الطبي حتى بعد خروجه ووفاته لم يعني يظهر العلن مرضه، هذا ينطبق، هذا يعني يخضع لقانون اللعبة السياسية في تلك البلدان. والقانون اللعبة السياسية يفترض أن يكون السياسي شفافا ويحاسب على عدم شفافيته، لا يحاسب على سلوكاته. يعني أنت حر، يمكن أن تكون لك علاقة متحررة، لكن عليك أن تكون واضحا وشفافا ولا تخفي ذلك. وملفك الطبي كرئيس جمهورية فرنسا يجب أن يكون معلوما، لا أن يكون مخفيا حتى نعرف مصير البلاد بين يديك. في مجتمعنا هناك خلط، في تونس وغيرها هناك خلط. في الفيتير الذي عرفتموه هناك اختلاف بين من يقدس الحياة الشخصية ويعتبرها خطا أحمر، نعم، ومن يعني يعتبر هي للسياسيين ليست خطا أحمر. وبالاطلاع إلى بعض صبر الآراء، أغلب التونسيين يعتبرون الخوض في الحياة الشخصية هو خط أحمر، فالمواطن التونسي يحترم خصوصية غيره وممارساته ما دام في بيته وما دام لا يعتدي على الآخر. ولكن نحن نتحدث عن تجربة ديمقراطية حديثة، والفضاءات مختلطة، يعني الفضاء السياسي مختلط بالفضاء العام، مختلط بالفضاء الديني، مختلط في الفضاء القضائي، وهذا ما يجعل هذا الخلط يعني يجعل فيه لخبطة في المفاهيم. في الحقيقة ماذا نطلب نحن من السياسي من خصوصية وشفافية؟ نطلب منه أن نعرف عنه ما يثبت لنا أنه يمارس حياته السياسية بشكل صحيح، ولا يؤثر ذلك عن خياراته، ولا ينتمي إلى أشياء غير قانونية، ولا يأخذ أموالا غير قانونية، ونحن كمجتمع نراقبه في أدائه. من هذه المراقبة سندخل في مجال خصوصياته شيئا ما حددها القانون، ولكن السياسي هو الذي يتجرأ أن يقحم حياته الشخصية في هذا العالم. كما قلت في البداية، هو الذي ينشر وحده بمفرده حول عائلته وحول صلاته وتقواه وورعه وحول صلاة العيد وحول بعض الأشياء التي يريد أن يرسم لنا شخصية أخرى
ليست التي صورة مثالية غير موجودة، ولهذا بمجرد أن نلمح شيء من التناقض نعم طبعا، ولكن بمجرد أن تتسرب صورة مخالفة تنقلب الآية ويصبح وتبنى علاقة عدم الثقة، وتبنى المساءلة، ويبنى حب الاطلاع ما نعم. خفي كان أعظم. هذا ربما شيء قليل. الأهم التي ذكرتها سيد العربي، عدم الشفافية والمصارحة مع الرأي العام. شكرا جزيلا لك العربي السوسي، الخبير في الاتصال السياسي المؤسسي السياسي ورقمي، وأيضا أشكر السيدة فدوى العوني الباحثة المختصة في الانتخابات في منظمة النايقظ. فاصل وبعده نتابع أهم أخبار الدراما التلفزيونية في ليبيا في شباك الدراما بعد قليل. نطلع على أسرار بلدة مصفات العبريين في سلطنة عمان في شباك التراث. وفي شباك الفنون نذهب إلى مدينة كان جنوبية فرنسا ونافذة خاصة منها مع مفدنا محمد الحاجي. والآن إلى شباك الدراما الذي يأتينا اليوم من ليبيا مع مراسلنا خليل الكلاعي. خليل مساء الخير، لنبدأ معك مع مسلسل زنقة الريح. لماذا هذا الجدل الكبير حول ميزانية المسلسل؟ مساء النور ريما، أهلا بك. مسلسل زنقة الريح ولا شك أحدث جدلا واسعا وعريضا في الوسط الفني والدرامي الليبي وفي الشارع الليبي بشكل عام، الذي كان يتطلع لإنتاجات درامية ورمضانية مميزة هذا العام. مسلسل زنقة الريح من الواضح أنه كان أضخم عمل درامي لهذه السنة على الشاشة الليبية في رمضان، وسبقته ربما حملة دعائية كبيرة، لكن بالنظر لظروف الحرب، بالنظر لظروف الهجوم الذي شنه الليبي المتقاعد خليفة حفتر منذ الرابع من أبريل ليسان الماضي على العاصمة طرابلس، فإن إدارة قناة سلام التي يعرض عليها هذا المسلسل قررت إرجاء بث هذا المسلسل، وهو ربما ما أثار استياء الكثير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين شنوا حملة للمطالبة ببث هذا المسلسل قبل أن تعدل قناة سلام عن قرارها إرجاء بث المسلسل وتقرر البدء في بث حلقاته منذ تاريخ 10 من رمضان. إذن هذا المسلسل أثار الكثير من الجدل لعدة اعتبارات، ربما للموضوع الذي تناوله وهو الفترة التاريخية التي كان اليهود يسكنون فيها المدينة القديمة في طرابلس، وكذلك لارتفاع الاعتمادات التي خصصت لهذا المسلسل التي بلغت 8 مليون دينار ليبي حسب مصادر متطابقة. هذا الرقم، هذا المبلغ، هذه الاعتمادات الضخمة أثارت بعضا من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي. حاولنا رصد هذا الجدل من خلال التعليقات التي وردت في صفحات الفيسبوك. علي الجمالي مثلا علق على منشور على إحدى الصفحات التي تحدثت عن ميزانية مسلسل زنقة الريح، فقال أنه لو صرف مبلغ 8 مليون دينار ليبي على المدينة القديمة نفسها لغيرتها للأفضل، أنه ربما هذا الاعتماد، ربما هذه الأموال كان من الأفضل أن تصرف على تحسين وضعية المدينة القديمة وليس على إنتاج درامي ضخم. بدر نجم علق أيضا واختلف مع علي بشكل واضح، قال أنه زنقة الريح مسلسل متقن وأحيي القائمين على هذا العمل الذي نجحوا ربما في إنتاج عمل بمستوى عالي ومرموق رغم ظروف البلاد. وهو ليس فقط عمل خليل ليبي، بل شارك فيه أيضا نجوم عرب من مصر ومن الأردن. نعم. من دول مصر ومن ومن تونس. نعم، من مصر ومن تونس ومن أقطار عربية أخرى. يمكن القول أنه هو عمل عربي كذلك، لكن المخرج ليبي، السيناريست ليبي، والقصة الليبية والحيثيات ليبية، والفكرة ليبية، والقناة التي تبث هذا العمل الليبية كذلك، وهو ربما ما جعل من هذا العمل الدرامي محط اهتمام كبير وكبير جدا هنا في الشارع الليبي. آخر تعليق حول مسلسل زنقة الريح على وسائل التواصل الاجتماعي كان تعليق رمضان
الرجباني الذي اختلف مع سابقيه وقال أنه سيناريو وقصة مسلسل زنقة الريح مشكوك فيهما، كما أن ما جاء فيه لا يمثل ولا يتماشى مع عادات ليبيا. إذن مسلسل زنقة الريح كما أسلفت يعني كان محط اهتمام ومتابعة، أيضا محل جدل واختلاف من قبل المتابعين. نعم. من الأعمال الرمضانية أيضا التي كانت محط اهتمام هذه السنة برنامج الميزان الذي تبثه قناة ليبيا الأحرار المحلية الليبية. هذا البرنامج الذي يعتبر النسخة الليبية من برنامج الصدمة الذي بث على إحدى الفضائيات الخليجي. إذن برنامج الميزان يحاول صناعة ومحاكاة وضعيات أو أطر إنسانية واجتماعية معينة، ومن خلالها يرصد فعل الناس حول هذه الوضعية. حلقة الأمس كانت حلقة مثيرة للجدل بكل المقاييس. برنامج الميزان صور واقعة معاكسة تتعرض لها فتاة في الشارع وداخل فضاء عام، ورصد ردة فعل مختلف الناس الذين كانوا متواجدين في هذه الأمكنة، وردة فعلهم يعني كانت عفوية وكانت حتى عنيفة في بعض الأحيان. الكثير منهم هبوا للدفاع عن الفتاة التي كانت في واقع الأمر وهي عملية تمثيلية تتعرض لعملية معاكسة، والتعليقات كذلك اختلفت على صفحة البرنامج، صفحة برنامج الميزان. تعليق هاتون الهادي تقول فيه أنها حلقة مست الواقع خاصة الذي تعيشه بعض شوارعنا حاليا، وفي الفترة السابقة كانت هناك حملة للمطالبة ربما بمزيد الرقابة الأمنية على شارع جرابة التجاري الرئيسي داخل العاصمة الليبية طرابلس لتكرار حوادث المعاكسة داخله. تعليق أسامة التوير كان سلبيا إلى حد ما مع مضمون هذه الحلقة، فعلق في كلمتين قال أنها حلقة فاشلة. تعليق وصال كذلك حول ذات البرنامج وذات الموضوع قالت أنها حلقة مست الواقع بالفعل، ولعل هذه الحلقة وبرامج على شكلتها تجعل المراهقين وصغار السن يتعظون من مثل هذه الوضعيات، يعني يتعظون أو يعملون على التقليد. ممكن يكون لها كمان أثار سلبية، البعض يمكن يقلد ما جاء في هذه السلسلة. أشكرك خليل كلاعي على كل هذه التفاصيل من طرابلس، شكرا جزيلا لك. بلدة مصفات العبريين هي إحدى القرى الأثرية الجميلة جدا التي تقع في ولاية الحمراء التابعة لمحافظة الداخلية بسلطنة عمان. تتميز هذه القرية باصطفاف المنازل جنبا إلى جنب على سفوح الجبال والصخور العملاقة، كما تعرف باهتمام سكانها بزراعة مختلف أنواع الأشجار المثمرة والنخيل. ورغم التطور التكنولوجي واختلاف أساليب العيش، فإن سكان هذه القرية يرفضون العيش بالأساليب العصرية. المزيد في التقرير التالي. عند الخروج من مسقط المدينة الكبيرة باتجاه مصفات العبريين ستحس حتما باختلاف المكان وبروعته، فبلدة مصفات العبريين تقع وسط الجبال التي تحتضنها من كل جهة، وسميت بمصفات العبريين لأن الرياح تسفيها من الجهات الثلاث. قرية تحتضنها الجبال من كل جهة، تتميز بأزقتها الضيقة ومبانيها الطينية التي تزينها المدرجات الزراعية والأفلاج. إنها قرية مصفات العبريين الواقعة في ولاية الحمراء بسلطنة عمان. نحن هنا كما تلاحظون في أحد الأحياء القديمة بمصفات العبريين، وكما تشاهدون أيضا معظم المباني بنيت من الطين وأيضا من الحجارة. تتوزع البيوت فوق الصخور العملاقة التي يبدو وكأنها تتعانق فيما بينها.
تسقي الأفلاج المزارع والبساتين المحيطة. هنا يمر الزمن بهدوء ليترك بصماته على وجوه سكان هذه المنطقة. للأفلاج قصة تاريخية مع أهل عمان، فهم يستعملونها للشرب ولكافة ضروريات الحياة. بنيت هذه القرية منذ أكثر من 200 عام. قام الناس هنا بحفر الصخور لبناء البيوت وزراعة الأشجار. هنا يمكنك أن ترى تحدي الإرادة في قهر الصعوبات والتكيف مع الطبيعة. وهيب أبو حلايس العربي، مسفات العبريين، سلطنة عمان. فتح في قطاع غزة سوق خيري لصالح الأسر الأشد فقرا، بحيث يترك لها الحرية لشراء ما يرغبون من سلع بقيمة تصل إلى 45 دولارا. وباتت معظم الأسر في القطاع خلال السنوات القليلة الماضية تعتمد على المساعدات الخارجية المقدمة من منظمات دولية وجمعيات خيرية، وذلك نتيجة للحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 12 عاما. تسوق مجاني داخل هذا السوق، السلع متنوعة، لكن المتشابه هو شريحة الناس التي تستفيد من هذه الميزة، هم العائلات الأشد فقرا في غزة. ليس هذا وحسب، بل ويفتقدون إلى الحد الأدنى من الأمن الغذائي بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر لأكثر من 12 عاما. احنا عملنا سوق خيري يتضمن كافة الاحتياجات الأساسية للأسرة خلال شهر رمضان الكريم، من خلال توفير وجبة السحور وجبة الإفطار. انقسم زي ما قلنا ثلاثة أقسام، اللي هو المواد الغذائية والخضار والفواكه واللحوم. تأتي الأسرة بحيث نظام قسيمة شرائية، تدخل هذه الأسرة إلى هذا السوق وتتسوق بما تحتاجه هذه الأسرة. قرابة 350 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية، فيما معدلات البطالة وصلت إلى 53%، أرقام تشير إلى أزمة إنسانية حقيقية جعلت معظم العائلات تعتمد على الطرود والمساعدات الغذائية التي تقدمها الجمعيات الخيرية. أغلب الناس طبعا هم يعني عايشين على المعونات، الأغلبية يعني، ما أنت عارف الوضع الاقتصادي، يعني وضع اللي هو الرواتب ووضع الحصار اللي موجود، هو الظروف صعبة على موظفين غزة والأسر الفقيرة، يعني بشكل عام يعني كل الناس محتاجة. لعل هذه المساعدات ستسد حاجة الناس بشكل مؤقت، لذلك هم يطالبون برفع الحصار بشكل نهائي والعمل على إنعاش الاقتصاد المحلي عوضا عن انتظار المساعدات الخارجية. نصف سكان قطاع غزة يعتمدون على المعونات الغذائية التي تقدمها المنظمات الأممية لتحقيق الحد الأدنى من الأمن الغذائي. 80% من السكان هنا يحتاجون أيضا إلى المساعدات الخارجية بحسب منظمات محلية. صالح نطور العربي، قطاع غزة. ومعنا من غزة مهند النجار، أحد المسؤولين عن السوق الخيري. مهند أهلا بك، كيف تم التعاون بينكم وبين منظمة في جنوب أفريقيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في جمعية إسناد المجتمع ننفذ مشروع السوق الخيري للمواد الغذائية والخضار والفواكه واللحوم للعام الرابع على التوالي. جاء هذا السوق بدعم كريم وسخي من مؤسسة وقف الواقفين Gift of the Givers South Africa في دولة جنوب أفريقيا. هذا المشروع يستهدف الأسر الأكثر احتياجا على مستوى المحافظات الوسطى، المحافظة الوسطى وخان يونس ورفح.
كيف يتم إحصاء عدد الأسر الفقيرة في القطاع؟ ما هي آليات العمل؟ تمام، نحن ننسق مع العديد من الجمعيات الخيرية العاملة في قطاع غزة في اختيار الأسر الأشد احتياجا للاستفادة من هذا المشروع. ننسق على مع أكثر من 12 جمعية على مستوى هذه المحافظات. نعم، بالنسبة للأيام، يعني كما قرأنا وسمعنا الأيام تقتصر على 6 أيام، لماذا الأيام الستة؟ هل بسبب محدودية الميزانية المقدمة لكم؟ صحيح، نحن نغطي في هذا السوق الخيري 1450 أسرة محتاجة. نقسم هذه الأسر المحتاجة حسب الأيام، نقدم المساعدة في هذا السوق في كل يوم في هذه الأيام الستة لأكثر من 250 أسرة محتاجة، نقدم لها المساعدات الخيرية في هذه الأيام مقسمة كما قلنا على هذه الست أيام. نعم، هناك الميزانية في هذا المشروع محدودة، نسعى جاهدين في الجمعية في غزة هنا لزيادة الميزانية في كل عام وزيادة عدد المستفيدين من هذا المشروع، ونجحنا والحمد لله في زيادة أعداد المستفيدين في هذا السوق الخيري عن العام الماضي. نعم مهند، بالنسبة للنشاطات التي تقدمها جمعية إسناد، يبدو أنها لا تقتصر فقط على توزيع مساعدات غذائية بل أيضا توزيع مساعدات مالية وتسديد ديون الغارمين، ممكن أن تطلعنا أكثر على هذه النشاطات كيف تقدم، وهل هي مقتصرة على شهر رمضان فقط؟ تمام، نحن نفذنا العديد من المشاريع النوعية على مستوى قطاع غزة، نفذنا بالأمس القريب مشروع سداد الديون الغارمين الشرعيين من عليهم نفقات شرعية من نفقات زوجة ونفقات أولاد. أطلقنا صراح العديد من المساجين الذين عليهم كما قلنا نفقات زوجة ونفقات مالية. نعم، بالنسبة للتعاون مع منظمات أخرى بالإضافة إلى وقف الواقفين في جنوب أفريقيا كما ذكرت، هل هناك مبادرات من جمعيات أو منظمات إغاثية عربية أو حتى دولية للتعاون معكم؟ نعم، ننسق مع الكثير من المؤسسات والجمعيات الخيرية في هذا العالم، هناك مشاريع من دولة الجزائر معنا نعمل بها، من جنوب أفريقيا كما كنا، من السعودية، من الكثير من المؤسسات العاملة في قطاع في العالم، لكن في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة لا نستطيع تغطية كافة الأسر الأكثر احتياجا في على مستوى قطاع غزة بسبب الضيق الحصار أو الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة من حيث دخول الأموال وخروجها. هناك معوقات كبيرة تجاه هذه المؤسسات الخيرية العاملة في قطاع غزة من أجل توفير السيولة المالية لهذه المشاريع. نعم، الخيرية. مهند، عندما تأتيك أسرة فقيرة ربما لا تتطابق شروطها مع المواصفات التي قلتها، كيف تتعاملون مع هذا الأمر؟ نحن نقدم المساعدات للأسر الكثيرة، يأتينا إلى مقر الجمعية في اليوم في خاصة في شهر رمضان المبارك تزداد أعداد المراجعين من مستوى على مستوى محافظة غزة كاملة، نقدم ما نستطيع تقديمه لكافة من يراجعنا من هذه الأسر والتحري عن مدى احتياج هذه الأسرة وتقديم ما نملك من مساعدات لهذه الأسر. نعم، بالنسبة لعدد الأسر التي تطمحون أن تقدمون لها مساعدات أكثر، ما الفارق بين ما تقدمونه الآن من الأعداد والعدد التي تطمحون إليه؟ نعم، نحن نعمل جاهدين إلى زيادة هذه المشاريع الخيرية لتغطية
الكثير من الأسر المحتاجة على مستوى قطاع غزة، نعمل بكل ما أتينا من جهد ووقت ومال من أجل تغطية هذه الأسر المحتاجة، وهي كثيرة في قطاع غزة كما قلنا بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة والحصار المفروض من إسرائيل على قطاع غزة. نسعى جاهدين إلى تغطية كامل الأسر المحتاجة في قطاع غزة. شكرا لك مهند، بالتوفيق في هذا المشروع. أيضا مهند النجار أحد المسؤولين عن السوق الخيري، شكرا. ونبقى مع شباك الخير من فلسطين، فضمن مبادرة جديدة شهدها المسجد الأقصى تم ترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة للصم والبكم، ولقيت هذه المبادرة استحسانا من ذوي الإعاقة السمعية إذ استطاعوا فهم خطبة الجمعة. متابع. خطبة الجمعة بلغة الإشارة يترجمها ثائر ضراغمة لعدد من المصلين الصم والبكم القادمين إلى المسجد الأقصى من مدن عدة في فلسطين. بعد أن كان حلما أصبح واقعا، واستطاع هؤلاء فهم مضمون خطبة الجمعة. والصم لب النداء من كل المحافظات باستثناء قطاع غزة. الحمد لله، يعني لاقت تفاعل ولاقت استحسان من الجميع. الصم موجودين مع الناطقين بيفهموا الخطبة كما يفهمها الإنسان الناطق والسامع من خلال الترجمة. هذه المبادرة جاءت بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني للصم، وبدأت منذ الجمعة الأولى من رمضان، وازداد عدد الصم والبكم القادمين للأقصى بعد أن أعلنوا على مواقع التواصل الاجتماعي عن توفر الترجمة بلغة الإشارة. وجود الصم اليوم أسعده كثير كثير، وهو مبسوط كثير بسبب وجود الصم في المسجد الأقصى، بأنه كل خطبة صلاة الجمعة مترجم لغة إشارة، وفي صم هو مبسوط كمان كثير أنه في كل جمعة على طول بيجوا بكونوا خطبة صلاة الجمعة مترجم لغة إشارة، بيفهموا شو بقول الإمام وبكونوا مركزين في الصلاة ومبسوطين كثير، وبشكر كل الناس اللي ساعدوهم في أنهم يحققوا هاي المبادرة. توفير الترجمة بلغة الإشارة طيلة أيام السنة وعدم اقتصارها على شهر رمضان هو ما يأمله ذوي الإعاقة السمعية، لكن الاحتلال الإسرائيلي يمنع حركة أبناء الضفة الغربية باتجاه القدس دون حيازتهم تصاريح خاصة. وفي أيام الجمعة من رمضان سمحت سلطات الاحتلال لأهالي الضفة ممن هم فوق 40 عاما بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، في حين حرم عشرات الآلاف ومن بينهم الصم والبكم ممن هم دون 40 عاما من الصلاة في الأقصى. هذه المبادرة أخذت بالاعتبار خصوصية وضع المصلين الصم والبكم في المسجد الأقصى، أتاحت لهم فهم خطبة الجمعة، وأسهمت أيضا في توافد أعداد منهم للصلاة في الأقصى. أحمد جردة، العربي، القدس. شبابيك متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. في شباك الفنون نذهب إلى مدينة كان جنوبية فرنسا ونتعرف على المشاركة العربية هذا العام، ونطلع على أجواء رمضان في مدينة كريم بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.
تتواصل في مدينة كان فعاليات مهرجان كان السينمائي في اليوم الأخير من العروض قبل اختتام المهرجان غدا وتوزيع الجوائز على الفائزين. الأفلام العربية حاضرة في هذا المهرجان من دول عربية عدة، وأكيد على رأسها فلسطين مع إيليا سليمان وفيلمه المرشح للمنافسة الكبرى في كان. المزيد مع مفدنا إلى هناك محمد الحاجي. مرحبا بك محمد، شو هالأناقة في كان؟ لبقت لك كثير. تسلمي ريما، لانه نحن طبعا بكان مجبورين يعني ان نكون بكامل اناقتنا، لانه من لا لانه كان حتى يفرض معايير خاصه للاناقه على الصحفيين والصحفيات وايضا الممثلين والممثلات. على كل حال اليوم هو العرض الاخير ومن الافلام في كان قبل اختتام المهرجان غدا وتوزيع الجوائز. اليوم يحمل طبع خاص، طبع فلسطيني عربي، إيليا سليمان في فيلمه حتما ستكون الجنة، هذا الفيلم الذي ينافس للظفر بجائزة كبرى. إيليا سليمان هو طبعا حائز على عدد من الجوائز في فينيسيا في روما، وهو أيضا يحاول جاهدا أن يثبت بأن الشعب الفلسطيني قادر أيضا على صناعة سينما، وأيضا إعطاء أهمية كبرى لأن المشرق العربي أيضا كما المغرب العربي شعوب قادرة على أن تنافس من اخترع السينما في صناعة أيضا لها الكثير من الأهمية. أيضا هناك عرض آخر لفيلم يدعى سيبيل، وهو ليوستين تخييه، وهذا الفيلم يتحدث عن إحدى هي روائية تغوص في عالم علم النفس، بعد ذلك تنتقل إلى الكتابة، والفيلم يبحث عن ما هو قاتم في داخل الإنسان بحسب الرواية. على كل حال أنا حضرت تقرير عن المشاركات العربية في مهرجان كان، الجزائر والمغرب وتونس وأيضا فلسطين التي حصل أحد مخرجيها البارحة على جائزة طلاب السينما، فنتابع التقرير وبعدها سيكون معي ضيفين من تونس في الجناح التونسي هنا على شاطئ لذوردي في مهرجان كان. يلا نتابع. ليس خبرا عاديا أن تنافس فلسطين من أجل الظفر بسعفة ذهبية في مهرجان كان السينمائي، إنما هو تكريس لإرادة الفلسطيني في حب الحياة ورسالة للعالم أن السينما وجه مشرق من وجوه الشرق العربي. حتما ستكون الجنة، الفيلم الروائي الطويل للمخرج الفلسطيني إيليا سليمان اختير ليكون ضمن المنافسة الرسمية للمهرجان الفرنسي، والذي يتحدث عن فلسطيني ترك فلسطين لكنها لم تتركه، لحقته من باريس إلى نيويورك إلى كل مكان أقام فيه من أجل نسيانها. فيلم إيليا سليمان اللي حيعرض اليوم هو تتويج للسينما فلسطينية بهاي العام، وجوده في المسابقة الرسمية شيء بشكل فخر لجميع السينمائيين الفلسطينيين. نتمنى أنه يفوز فوز فيلم إيليا بالسعفة الذهبية هذا السنة، حيشكل قنبلة سينمائية فلسطينية في مهرجان كان اللي حتبقى في الذاكرة لفترة طويلة. فيلم إيليا سليمان بحسب النقاد ليس مجرد إبداع بصري متقن، بل قنبلة صوتية لابد أن تسمع أصداؤها في كل مكان. بالنسبة إلي فوز فيلم أمبيانس في مسابقة سيني فاونديشن لمهرجان كان هو إنجاز جدا ضخم بالنسبة لإلي، بالنسبة للطاقم، كمان بالنسبة للمدرسة اللي أنا جاي منها، بالنسبة للمخيم اللي أنا طلعت منه واللي طلعت منه أصلا فكرة الفيلم. هو بجوز يكون فيلم أمبيانس هو أول فيلم فلسطيني 100% بفوز في هذه الجائزة. فلسطين حصدت في الساعات الأخيرة جائزة السيني فونداسيون عن فيلم أمبيانس للمخرج وسام الجعفري، الذي اعتبر التكريم انتصارا لصناعة الفن السابع في فلسطين. نوعية الأفلام المغربية والغزارة في الإنتاج والجودة في الإخراج جعل منها منافسة قوية وحاضرة بشكل شبه دائم في مهرجان كان، وهي التي أثبتت سابقا بأن صناعة السينما ليست فقط حكرا على من اخترعها فقط.
تونس أكثر الدول المغاربية إنتاجاً، بلغ العشرات من أفلام طويلة وقصيرة. تشارك هذه السنة بخمسة أفلام تنافس على كبريات الجوائز، وما هذا بحسب القيمين إلى حصيلة جهد تونسي 100%. بصراحة أعتقد أنه يعني هذا تكريس لخط كامل ولتراكمات الموجودة في السنوات الأخيرة اللي خلت أن السينما التونسية اليوم أصبحت عندها مكانها في المهرجانات الكبرى مثل كان. المغرب والجزائر حاضرتان بقوة على الشاطئ اللازوردي في عدة أفلام محلية، أبرزها فيلم آدم للمخرجة المغربية مريم التوازي، وكذلك فيلم معجزة القديس المجهول لعلاء الدين الجم. أما من الجزائر فمشاركة فيلمي بابيشا وأبو ليلى كان عند حسن ظن النقاد. محمد الحجي من مهرجان كان السينمائي، التلفزيون العربي. اليوم هو توزيع أيضا جوائز نظرة ما، وعندما نتحدث عن نظرة ما نتحدث عن فيلم تونسي مشارك في هذا الصنف، هو فيلم طلام سليم المخرج التونسي علاء الدين سليم. هنا يسعدني أن أستقبل معي على الجناح التونسي مختار العجيمي، وهو مخرج ومدير مهرجان السينما التونسية، وأيضا علي حسونة وهو منتج فيلم طلام. أهلا بكم على التلفزيون العربي. نبدأ ب طلامس، هذا الفيلم الذي يركز كثيرا على مسألة النوع والرجل في الرجل الشرقي والعربي بالتحديد، كيف ما هي الصعوبات التي واجهتكم في إنتاج هذا الفيلم بالتحديد؟ والله هي صعوبات، عرفش كان نجم نقوله هي صعوبات مش صعوبات، هي تحديات أكثر يعني لصناعة الفيلم. هي أنه الفيلم أول شيء كان فيه كتير شغل عليه، يعني قعدنا تو مدة عام يعني احنا نحضر كل شيء، وكان في تحدي ثاني ان نصور بالشتاء وفصل الشتاء ونخلة الكان. هل متوقع ان يحصد هذا الفيلم؟ لاحظنا انه هناك اعجاب من النقاد والصحافة تحدثت عن الفيلم بشكل ايجابي جدا، هل من المتوقع ان يعني بانه الفئة ليس فيها جوائز، لكن هل في مهرجانات اخرى سوف يحصد جوائز برأيكم؟ والله ما أعرفش يحصد الجوائز أو لا، لكن نستطيع أن نحلل ذلك من خلال ردود الفعل. طبعا هو يعني متوقع أنه تكون يعني مشاركات ثانية في مهرجانات، يعني في كتير مهرجانات عايزين، بس هو المهم أنه الفيلم يعمل مشوار. نذكر اسمه طلامس، وهو طلامس. يعني طلامس بالتونسي، وهو ايضا السحر الاسود السحر. طيب بالحديث عن السينما التونسيه، انتقل الى الاستاذ العجيمي. تونس هناك غزاره في الانتاج، وهناك ايضا شيء مشرف ان نرى عشرات الافلام التونسيه. الى ما تعدو هذا يعني كثافه الانتاج وقدره التوانسه على انتاج هذه الصناعه بالتحديد؟ والله نحب من الاول نقول انه بالنسبه لعلاء الدين سليم يعني المخرج اللي هو من الأربعة أو الخمسة مخرجين اللي نجموا يقولوا ما زالوا شبان، اللي نجموا عندهم حاجة، يعني الفيلم اللي أخذاه سوكسي يعني من حوالي سنتين هو آخر واحد فينا قبل الفيلم طلامس هذا The Last of Us، وكان متحصل حتى على 6 جوائز في مهرجان السينما التونسية اللي فاتوا، وزوج جوائز في البندقية. هذا أنا تحس اللي المخرج هذا باش يكمل باش يواصل، يعني فما حاجة معناتها من سنة 2011 2012 بالنسبة لتونس حتى قبل. شو ساعد علاء الدين كمخرج تونسي علاء الدين في عنده نقلة نوعية، فما اكزرسيس دو ستيل يعني نقلة نوعية اللي اللغة السينمائية نتاعو مختلفة، يعني في فما حاجه اللي تعجب النقاد وفي نفس الوقت تنجم تجذب الجمهور. هناك لا شك تاثير تونسي، تاثير مارسة التونسية في صناعه السينما على الدين لكي يكون متميز ويشارك مهرجان كبير، صح؟ لا هو الفيلم لو بادجت يعني ما ماهوش فيلم مكلف، يعني هو الجرأة من المنتجين في نفس الوقت ومن المخرج. هو انتاج تونسي 100%. هي انتاج، لا فيه تمويلات اجنبيه في هذا الفيلم الاول ما فيش، يعني فما توا فيلم لو بادجت، يعني فما ياسر افلام تعملت بامكانيات بسيطه
لكن الفكرة حلوة وتواصلت. مثلا في أسبوعين نقاد المخرجين أسماء كبيرة طلعت من تونس ولا حتى من أفريقيا ولا من العالم العربي من أسبوعين نقاد، يعني قبل ما يوصل مسابقة رسمية، يعني اللي تشوف عنده حاجة ينجم يوصلها يبدأ ممكن بأسبوعين نقاد ولا بنظرة الماء، وبعدها يوصل إلي سليمان ولا معناتها مجموعة كبيرة نادين لبكي، كلهم بدأوا بأسبوع أسبوعين نقاد. هذه فرصة يعني شباك اللي يفتح الباب للمبدع ولا للمخرج باش يوصل من بعد المسابقة الرسمية ويتحصل على جوائز. بالنسبة لتونس فما جيل توا طالع، فما اللي هي نجم نقولوا ثورة رقمية، يعني بالنيوميريك والفيديو اليوم ممكن تعمل العجب، يعني فما أفلام ما كانش ممكن تعملها من 15 ولا 10 سنين لتالي، يعني كانت مكلفة بالبليكول ومعناتها تكاليف الإنتاج تغيرت اليوم، يعني ممكن تشوف أفلام بأبسط ما يكون حتى بالكاميرا الصغيرة اليوم. هذه النوعية عجبت اليوم، وإن شاء الله معنا إحنا نكمل في النسق هذا. قطاع السينما في تونس معناتها ماشي في ثنية باهية توا، عندنا أيام قرطاج السينمائية اللي هو من أهم المهرجانات في أفريقيا وفي العالم العربي، وعندنا أيضا مهرجان السينما التونسي حضرتك مديره. السينما الإنتاج بدأ يكثر، وصلنا ل 15 فيلم في السنة. كان فما 3-4 أفلام في السنة. عملنا المهرجان هذا كيف هو جوائز السينما التونسية، العصفور الذهبي للتقنيين. في نفس الوقت سمحني باش نقول كلمة للتقنيين، لأنه فيلم كشيش اللي هو في المسابقة الرسمية في كان سنة مدير التصوير متاعه سفيان الفاني، وفيلم إلي سليمان مدير التصوير متاعه سفيان الفاني، في زوز أفلام في المسابقة الرسمية في كان. ونحن أيضا فخورون بالتقنيين بالعمل بالصناعة التونسية في مجال السينما. أشكرك علي حسون منتج فيلم طلامس، وأيضا أشكر مختار العجيمي وهو مدير مهرجانات تونس وأيضا مخرج سينمائي تونسي. يعني اليوم تنتهي أيضا عروض السينما في كان، وغدا سيتم توزيع الجوائز. اليوم شهد فقط في ثانية واحدة صعود سيلفستر سالوني على السجادة الحمراء في مهرجان كان. غدا سيكون لنا يوم آخر مع توزيع الجوائز ومع الفنانين والممثلين وأيضا المخرجين الكبار الذين ينتظرون هذه اللحظة بفارغ الصبر. إليك ريما. شكرا لك ولضيفيك من كان. شباك الدنيا يأتينا من جنوب أفريقيا التي تعد الموطن الأصلي لمعظم حيوانات وحيد القرن في العالم. هذه الحيوانات معرضة للانقراض بسبب الصيد الجائر طمعا في قرونها. محمية للحياة البرية بدأت تحقن قرون وحيد القرن بمزيج من السموم والصبغ لتصبح أقل جذبا للصيادين. وحيد القرن هذا هو واحد من ثمانية يعيشون أحرارا في مدينة ليمبوبو بجنوب أفريقيا. هذه الحيوانات تصارع للبقاء بسبب عمليات صيدها الجائرة، عصابات تقتلها للظفر بقرونها. فسعر القرن الواحد يصل إلى $100,000 أمريكي في فيتنام والصين. حقن قرن وحيد القرن بالسم طريقة جديدة ابتكرها البيطريون للحفاظ على حياتهم. لا يمكننا إجراء أي فحص بدني على وحيد القرن دون تخديره نظرا لحجمه الكبير. التخدير قد يشكل خطرا أحيانا على حياتهم وقد يسبب الاكتئاب، لهذا نراقب عن كثب الآثار الجانبية المحتملة. ثقب صغير في أسفل القرن هو ما يحتاجه الأطباء لحقن المادة السامة، عملية مزعجة ولكن ليست مؤلمة. استندنا إلى مادة بحثية واحدة توفرت لنا أجريت في جامعة أوهايو، تفيد أن قرن هذا الحيوان له هيكل أنبوبي مكون من ألياف صلبة. ما قمنا به من طرفنا هو دراسة إمكانية وضع مواد سامة في هذه القرون لكي يصبح بدون قيمة للراغبين في استخدامها كدواء أو كأكواب أو مقابض للأسلحة. معدلات الصيد المرعبة دفعت عددا كبيرا من مديري المحميات الطبيعية في جنوب أفريقيا إلى البدء في هذا الإجراء مؤخرا. أكثر من 8,000 وحيد قرن كان فريسة لطمع العصابات خلال عقد واحد.
تسميم القرون شر لا بد منه، قد يكون علاجا مؤقتا للمشكلة التي تواجه حيوانات لا تملك شيئا أمام جشع البشر. الآن إلى شباك أصفر مع الزميل إقبال تليلي الذي يطلعنا على أبرز الأخبار الكاذبة وغير الدقيقة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية. جاء دورك. مساء النور ريما. اليوم نتحدث عن رونالدو وميسي، رغم أن رونالدو لا يلعب مع ريال مدريد، ولكن كلاسيكو الأخبار الكاذبة ما زال متواصلا بين اللاعبين الكبيرين في عالمنا العربي. ومحور الأخبار الكاذبة هي فلسطين. نبدأ باللاعب البرتغالي، حيث انتشر خبر مفاده أن لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو تبرع بمليون ونصف مليون يورو لإقامة إفطارات للصائمين في قطاع غزة. الخبر انتشر على صفحات ومواقع باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية وغيرها. رونالدو يعني دائما مرتبط كما ذكرت بفلسطين، وحتى ميسي، يعني ميسي كمان أطلقت عليه عدة شائعات. هم دائما يعني أحباء اللاعبين يقولون بأن كل واحد يقول بأن لاعبه المفضل هو يناصر القضية الفلسطينية، فيما اللاعب الآخر هو أميل لإسرائيل، وهو ما سنراه الآن. موقع الإمارات اليوم قال ليست تلك المرة الأولى التي يتبرع فيها رونالدو لجمعيات خيرية بالشرق الأوسط. سبق له أن تبرع سابقا لأطفال سوريا وفلسطين وأكثر من مرة، وشارك في حملات إعلامية دولية لإنقاذ اللاجئين الذين يعانون في المخيمات. أما موقع إلاف السعودي فقال لفتة إنسانية جديدة تجاه الشعب الفلسطيني وتحديدا قطاع غزة الذي يعاني أوضاعا صعبة جراء الحصار المفروض عليه. يعني هل يعني الخبران غير صحيحان، يعني هذا الخبر أنه تبرع بمليون ونصف لإفطار في لصائمي غزة، هذا الخبر غير صحيح، وهذا ما نفته شركة جيسي فيوت التي تتولى إدارة أعمال اللاعب البرتغالي، التي أكدت أن هذه المعلومة لا صحة لها. ولكن ليست هذه الإشاعة الأولى عن رونالدو بشأن فلسطين. هذه الصورة التي نراها على الشاشة نشرت يعني بصفة كبيرة منذ سنوات، هو يحمل لافتة كتب عليها كلنا مع فلسطين، تودوس كون فلسطين، إلى جانب العلم الفلسطيني. ولكن يعني هذه الصورة مفبركة، فلاعب البرتغالي يحمل في الصورة الأصلية لافتة دعم لمدينة لوركا الإسبانية التي ضربها زلزال عام 2011. تم تغيير الشعار واسم لوركا باسم فلسطين. وطبعا ريما كل هذا يدخل في إطار صراع محموم بين محبي رونالدو ومحبي ميسي في العالم العربي. رونالدو يواجه دائما بهذه الصورة التي نراها والتي تجمعه بالرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريس أو بهذا الإعلان الإسرائيلي الذي شارك فيه رونالدو، نشاهد جزءا منها. Hi guys. Ronaldo. So surprise. We no surprise. We good. We chef. We want them. It's the internet is very fast. Many mega. Faster than me. No. Yes. We shilamnu only 279 shekels. يعني دائما أحباء ميسي يعني هم يعني يعيبون على رونالدو أنه شارك في حملات دعائية لإسرائيل أو حتى التقى الرئيس الإسرائيلي السابق. ولكن حتى ميسي مثل ما سنرى هناك أحباء رونالدو يقولون على ميسي نفس الشيء. يعني هناك صورة تنتشر لميسي منذ عام 2014 خلال إحدى المباريات وهو يرفع قميص النادي كاشفا تحته عن قميص مؤيد لإسرائيل مثل ما نستطيع أن نرى في هذه الصورة. يعني أحد التعليق، هناك العديد من التعليق على موقع التواصل، هذه الصورة مفبركة بالضبط، يعني واضح أنها مفبركة. يعني هذا المشارك مثلا قال هذا هو ميسي الذي تبكون عليه وتتشاجرون من أجله يحمل قميص إسرائيل، وهو وهذا يعني يتحدث عن يمين الشاشة الذي تكرهونه رونالدو يحمل آية قرآنية ولكم الاختيار. يعني يبدو أن هذا هو من محبي رونالدو. يعني ما كتب على القميص بالعبرية هو عبارة عودوا إلى البيت وإلى يمينها ثلاثة شبان إسرائيليين عثر عليهم قتلى عام 2014 قرب مجمع غوش عطسيون الاستيطاني جنوب
بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. الرسم ظهر على القميص مستوحى من الحملات المطالبة بعودتهم. بعد ذلك قام ثلاثة مستوطنين بخطف الفتى الفلسطيني الشهيد محمد أبو خدير وحرقوه حيا في حادثة تذكرها جميعا طبعا انتقاما للفتيان الثلاث. أما الصورة الحقيقية فهي هذه الصورة التي نراها لميسي وليس مكتوب عليها أي إشارة إلى إسرائيل بل هي تعود إلى العام 2007 أثناء مباراة كلاسيكو وقد سجل ميسي البالغ من العمر آنذاك 19 عاما ثلاثة أهداف وانتهت بتعادل الفريقين مثل ما نرى في هذا المقال لموقع البي بي سي. أما هذه صورة أمام حائط البراق في القدس المحتلة يعني هي تظهر ميسي هي هذه صورة حقيقية وقد نشرها جيش الاحتلال وهي دائما يستخدمها محبو رونالدو ليقول بأن ميسي كذلك لديه يعني قرابة بإسرائيل ولديه النقطة الأساسية إقبال يعني كما تقول طريقة الفبركة يعني الفبركة أحيانا تكون متقنة وأحيانا كما هذه الصورة لميسي واضح أنها مفبركة. تبرع بمليون ونصف لإفطار غزة هناك مواقع إخبارية لمليون ونصف يعني حتى هذا السؤال لماذا رونالدو يتبرع بمليون ونصف لا أعرف ولكن يعني المؤكد أن يعني عشرات المواقع المعروفة في العالم العربي نشرت هذا الخبر وكأنه خبر صحيح فما أنه كان خبر مفبرك يعني فبركه أنصار هذا اللعب حتى يعني يفوزوا بنقطة أمام محبي ميسي وطبعا المحور هو القضية الفلسطينية. شكرا جزيلا لك إقبال نلقاك الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله نختم حلقتنا كالعادة والشباك السعيد من ولاية نيويورك الأمريكية إذ قامت بلدية نيويورك بإطلاق 24 رأسا من الماعز في الحديقة للحد من نمو الحشائش. نترككم مع هذه الصور ونراكم غدا في السادسة بتوقيت القدس عاصمة فلسطين الثالثة بتوقيت غرينتش. إلى اللقاء.